حول هذا القطاع بالتحديد وحول هذه الاتفاقيات، وماذا يعني أن يكون هذا المحور موجود في المبادرة. يسرني أن تكون معي المهندسة لميس. أهلا بك مهندسة لميس على شاشة الإخبارية. في البداية دعيني أسألك، يعني بشكل عام قطاع التطوير العقاري يعاني العديد من التحديات، يمكن حتى في آخر ظهور تلفزيوني لسمو ولي العهد قال أن هناك 95% من شركات التطوير العقاري لدينا يعني لا تعمل بطريقة احترافية، وأمامكم تحدي كبير. ماذا قدمتم لتكونوا مواكبين لرؤية المملكة 2030 سواء كشركات أجنبية أنتم أو حتى الشركات المطورين العقاريين السعوديين؟ طبعا أتفق مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه فعلا في 95% من شركات المقاولات هي شركات بدائية، لكن وللحمد لله شركة البواني هي شركة من الشركات طبعا الرئيسية والخمس شركات الأساسية في السعودية اللي تقدر تقول حطت هذا التشالنج بالنسبة لها وفق هذه الرؤية اللي راح تنحط يعني بوفق رؤية 2030، وخلت هذا التحدي هو الأساسي لها حتى نكمل ونعطي أحسن الريزلت. جميل جدا. على صعيد الرؤية اليوم مبادرة مستقبل الاستثمار اللي انتم جزء منه في نسختها الخامسة اهتم بالإنسان اولا، يعني ماذا هل الإنسان مهم لشركات التطوير العقاري؟ يعني ماذا قدمتم في هذا الجانب بالتحديد؟ تقدر تقول انه شركات البواني وظفت كل الكفاءات السعودية في المشاريع القادمة مثل مشاريع نيوم، مشاريع الريتسي وأمالة، وخلتها هي طبعا الأساسي بالنسبة لها لكل المشاريع. غير هذا طبعا احنا دائما نحب نواكب التطور بهذه المشاريع اللي هي طبعا غير عن المتواجد حاليا بالعالم، خلينا نقول. ونقدر نقول انه ما شاء الله السعودية في فترة رائعة حاليا، فترة مميزة جدا، وأكيد كل العيون عليها، وفخورين جدا بالمملكة العربية السعودية بما تقدمه لكل العالم، خلينا نقول، وأساس التجربة هي الحين. جميل جدا. طيب كمستثمرين يمكن أنتم كيف يستقبلون، يعني على صعيد الإقبال في شركات التطوير العقاري الأجنبية بشكل عام، هل هناك إقبال؟ يعني هل لمستم من خلال الجلسات أو الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الأجانب مثل هذا، يعني الرغبة في الدخول في السوق العقارية السعودية أو شركات البناء بشكل عام؟ ما تتخيل، مثل ما قلت لك كل العيون الآن على المملكة العربية السعودية، وهذا اللي التمسناه من الشركات الأجنبية، الكل حاب يستثمر بالسعودية. هذا الشيء يخلينا وبصراحة أنه نتطور أكثر ونقدم خدمات أكثر as local company وننطلق حتى للعالمية.